وأصول ورسالة بنور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردت قبل ذلك في رسائلكم، وما نستقبله الآن عن طريق اتصالاتكم، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، مسلم يقول أنه مريض وملازم الفراش، نسأل الله له الشفاء ولمرضى المسلمين أجمعين، ولا يستخدم الماء ولكنه يتيمم، فأصابته جنابة، فماذا يصنع في الغسل؟ أسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. ما دمت مريضا وملازما للفراش وممنوعا من استعمال الماء في الوضوء وأنت تتيمم للوضوء، فكذلك الأمر إذا أصابتك جنابة وأنت لا تستطيع أن تغتسل، فلك أن تتيمم بدلا من الحدث الأكبر، فالتيمم يحل محل الوضوء ويحل محل الجنابة أيضا عند عدم القدرة على استعماله أو عند فقده. أخ كريم يقول: هل ممكن أخطب لابني إنسانة أكبر منه بعامين وهي كويسة جدا؟ الجواب بارك الله فيك، النصيحة أن تطلق ابنك يختار هو ويخطب هو، لا تخطب أنت لابنك. ابنك هذا شاب ورجل تريد أن تزوجه، فهو رجل بالغ عاقل راشد، اتركه هو يختار ويقول لك اخترت فلانة، فإن رأيت أنه وفق في الاختيار وأحسن اختيار فبارك، وإن رأيت أنه أخطأ فأرشده، لكن لا تفرض عليه إنسان بعينها ولا ترشده إلى إنسان بعينها، اترك ابنك حرا يختار. ولكن لا مانع من أن تكون المرأة أكبر سنا من الرجل، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت عندها 40 سنة، وكان عنده 25 سنة صلى الله عليه وسلم. ولكننا ننصح بأن تكون المرأة أقل سنا من الرجل، يكون الرجل أكبر من المرأة 5 سنين 6 سنين 7، بحيث يكون فيه يعني له هيبة ولو احترام عند المرأة، ولا سيما في هذه الأيام. نعم يا أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم سلام الله. سؤال أول يا شيخ، ما حكم أكل في مطعم يبيع الشراب؟ ما معنى الشراب؟ لا ما حكم أكل نأكل في مطعم هذاك المطعم فيه شراب؟ ما هو الشراب الذي تسأل عنه؟ لا يا شيخ، ما حكم أن أكل في مطعم يبيع الشراب؟ يعني تقصدين الخمر، يعني يبيع الخمر؟ يبيع الخمر هو مطعم، إذا أكلنا فيه هذا حلال طيب ولا حرام؟ طيب بارك الله فيك، ماشي حاضر. وسؤال ثاني يا شيخ، كل كريمات تبع الإيدين في ألمانيا مخدومة بستيل الكحول، هذا حرام أم لا؟ ما هي؟ الكريمات تبع الإيدين كلها مصنوعة من ستيل الكحول، الكريمات أي إيه. طيب وسؤال ثالث يا شيخ، بالنسبة لراس السنة
بدأ يجوني ناس ضيوف، ما حكم ذلك؟ إيش؟ رأس السنة. طيب نعم، جايين ضيوف، ما حكم في ذلك؟ طيب ماشي، حاضر حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أي نعم، أولا الجلوس في المطعم الذي تباع فيه الخمور أو تسقى فيه الخمور ينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عن هذه المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر. فالبعد عن هذه الأماكن مطلوب قدر استطاعة إلا عند الضرورة، فيعتزل الإنسان المسلم هؤلاء ويجلس بعيدا عنه مضطرا. وأما عند الاختيار فينبغي للمسلم أن ينأى بنفسه عن الجلوس في هذه المطاعم. وأما الكلمات المستعملة أو اللي فيها كحول كذلك أيضا لا يجوز استعمالها. والضيوف الذي يأتونك في رأس السنة إذا لا رب تقريبا لا يأتونك إلا أنك تأهلت أنت لذلك وعرفوا أنك تحتفلين برأس السنة فجاءوا يشاركونك، وإلا لم عرفوا أنك لا تحتفلين برأس السنة لأن هذا ليس من ديننا في شيء، إذا لن يأتونك. أما إذا كان عندك لم يكن عندك أي شيء لاحتفال ولا شيء وجاءك ضيوف كما يأتونك في أي يوم فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم يا أخ أسامة. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. بقول لحضرتك يا فندم، في دلوقتي حضرتك سؤال، حكم قراءة الفاتحة في الخطوبة. ماشي حاضر. ماشي فندم. نعم حاضر. شكرا فندم. يا انت خطبته لسه يا شيخ أسامة؟ لا يا فندم انا متزوج، بس هو كان يعني في خطوبة عندنا بتاع حد قريب كده، ففي طبعا الراجل الخطيب قريبتنا دي طيب. هو شيخ يعني متدين، فبيقول لنا يعني حرام ومش عارف ايه وبدعة والكلام ده كله، حبينا نستفسر بس. طيب جزاك الله خيرا. الشيخ هذا يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. بس عندي سؤالين بس. تفضلي. سمعتك عشان انا مش عندي تلفزيون. طيب تفضلي. ما هو سؤالك؟ كده وراح لدكاتره اطباء كتير في القاهره وفي بلدنا، فمفيش ياخد ادويه بس ما بيجيبش نتيجه. في دكتوره بتعالج بالليزر، هي الوحيده بس اللي في التخصص ده موجوده هنا، يجوز لي ان هو يروح ليها ولا لا؟ يعني سؤالك ذهاب الرجل لطبيبه امراه؟ طبيبه امراه منتقبه تعالج بالليزر يعني. بارك الله فيك. الأصل أن يعالج الرجال الرجال والنساء النساء، ولكن عند الضرورة لا بأس أن تعالج المرأة الرجل ويعالج المرأة الرجل المرأة عند الضرورة، وأسأل الله لك الشفاء والعافية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعلنا صحبة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين آمين. بص يا شيخ عبد العظيم، عندي سؤالين هقولهم بسرعة ممكن؟ اتفضلي. عايزة أقول التسامح على المستوى الشخصي مطلوب. نعم. كما يقول ربنا عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. طب هل 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 بعد ما اتضحت الرؤية وأصبحت الأطراف المعادية ستبذل الغالي والنفيس لعدم تطبيق شرع الله، هل يجوز التسامح؟ وما الذي يجب عمله على مستوى العلماء والعامة؟ السؤال الثاني. نعم. هل هناك وقت لإدفع بالتي هي أحسن ووقت آخر للعين بالعين بس بإيجابية وأدب في ظل الظروف الحالية، وكيف يكون هذا؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك يا حاجة سناء. الأخ يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، أنا لما أقول نعم للدكتور لما واحد يجي يسألني يقول لي أنت قلت نعم ليه؟ فأنا خدت بشور العلماء يعني. نعم. فبقول له اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ده صح ولا غلط؟ أحسنت. طيب السؤال الثاني، بستحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي بالذرية الصالحة وكل المشاهدين يأمنوا على دعائك يا شيخ. ربنا يرزقك ما يقر عينك إن شاء الله تعالى. يا شيماء. ايوه يا شيخ معلش الاتصال قطع. طيب اتفضلي. ما فيش
مش هذا المجال التخصص اللي علاج النساء غير النساء. قلت لك يجوز، قلت لك يجوز ان شاء الله. طب ماشي، سؤال تاني شيخ معلش. اي تفضلي تفضلي. بس حضرتك يعني يطول بالك عليا شويه. كنت عايزه اسال بالنسبه مثلا لتعدد الزوجات، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما تعدد الزوجات تعددها لعله، بحيث مثلا لو زوج مثلا عايز يتجوز زوجه تانية وهي مثلا ما فيهاش اي عيوب، هل تشترط شروط مثلا تكون مثلا ارمله يتيمه عندها اولاد كده، ولا يعني مباح يعني اي حاجه؟ يا شيماء. نعم. يعني انت متزوجة؟ اه ان شاء الله. وزوجك عايز يعدد؟ لا هو مش عايز يعدد، بس لما بيفتح معايا حوار في المجال ده بيقول لا يعني مفيش مثلا شروط مثلا الواحد يتجوز لما هو عايز يتجوز في اي وقت مثلا. طيب عشان ما طولش عليك اسمعي النصيحة بعد كده ان شاء الله. تفضلي. الاخ اسامة بيقول جاء قوم يخطبون قريبة له. المشهور عند العامة ما يتيجي يتقدموا الخطوبة ويوافقوا يقول طب نجروا الفتحة بقى، نجروا الفتحة. فالأخ أسامة ذهب إليه قوم يخطبون قريبة له، وكان معهم رجل من أهل العلم، فقال بعض الحاضرين نجروا الفتحة، فذلك الرجل من أهل العلم قال يا إخواني قراءة الفتحة ليست من السنة. أصاب يا أخ أسامة ذلك الشيخ الذي حضر عندكم، أصاب ما هو مشهور عند العامة بقراءة الفاتحة عند الخطوبة، هذا لا أصل له. طب السنة إيه؟ السنة في حاجة اسمها خطبة الحاجة اللي هي بيستفتح بها كثير من الخطباء، خطبة الجمعة اللي هي أولها إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره إلى آخره. فالسنة أن يقوم أحد الناس الذي قدم مع الرجل إلى أهل المرأة للخطبة ويقرأ خطبة الحاجة، ثم بعد أن ينتهي منها قل ثم إنا جئناكم نخطب ابنتكم لابننا ونرجو أن نحظى بموافقتكم وتكرمون بذلك، ويتم الخطوبة بكده تمت الخطبة. أما فعلا كما قال لك ذلك الشيخ جزاه الله خير، قراءة الفاتحة عند الخطوبة ليست من السنة. الشيماء بتسأل عن التعدد في النكاح. الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فبتسأل التعدد للشروط، والرجل عشان يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة في شروط، وهل يشترط إذا أراد أن يتزوج زوجة ثانية أن تكون أرملة عندها أولاد أو مطلقة أو نحو ذلك؟ يا شيماء ليس هناك أي شروط، إنما هذا أمر مباح، أمر مباح، وكل إنسان على نفسه بصيرة كما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، وكل إنسان أدرى بمصالحه. فإذا رأى الرجل أن له مصلحة في الزواج يتزوج، يتزوج أرملة، يتزوج مطلقة، يتزوج بكرا، لا حجر عليه، ولكن بشرط أن يعدل، بشرط أن يعدل بين الزوجات. فإن خاف أن لا يعدل لا يجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة، لأن الله تعالى لما أباح التعدد قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أنا سألت شيماء هو جوزك عايز يتزوج عليك؟ قالت لا هو مش عايز، مش ناوي يتزوج، بس دايما بيتكلم في المسألة دي. ودي من أخطاء الشباب المعاصرة، الشاب بيتقدم للخطبة لأول مرة بيقول للبنت اللي عايز يخطبها إيه إيش رأيك في التعدد، يعني لو فكرت اتجوز عليكي تموافقي ولا ما توافقيش؟ ها وكذلك جوز اخونا شيماء لو عايز يتجوز ولا فكر في الجواز ودايما وجع دماغ مراته ومنغص بطنها بالتعدد. يا اخي الكريم ما دمت مش عايز تتجوز ليه تنغص حياتك؟ ما تعيش وتسكت وخلاص. اسال الله لك ولزوجك صلاح الاحوال. نعم تفضل. عليكم. تفضلي. العفو يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول، هل الجداول اللي بتتعمل علشان الولد والبنت حلال ولا حرام؟ ما هو يا أم مصطفى؟ السؤال، الجداول اللي بتتعمل عشان ولد وبنت، جداول؟ جداول يعني مراقبة بويضة ومقويات وكده، يعني عشان المرأة تحمل بذكر أو تحمل بأنثى؟ نعم. أيوة. السؤال الثاني، إذا يعني واحدة وضعت مكياج خفيف كده ومتوضية
يعني هل من مقبلات الوضوء إذا خرجت يعني خارج البيت يعني ما هو يعني ما هو يا أم مصطفى؟ المكياج أيه البسيط يعني مو حد المبالغة كده. نعم والسؤال الثالث بالنسبة للمريض يعني عليه طلبات صيام كثيرة وما أدارش يعني كده يوفيها بسبب مرضي مزمنين عنده فقر دم شديد ويعني كده ربو فما أدارش يكمل ومات يعني بس يصوم رمضان بس يعني بتعب يعني يا أم مصطفى. طيب يا أختي يسرى السلام عليكم. عليكم سلام الله. أيوة يا عم الشيخ تفضلي. بص والله أنا أسأل حضرتك على حاجة وعمال أندم عليها واستغفر ربنا كتير بس حاسة إن ربنا مش مسامحني كل لما أقول يا رب الدنيا بتدي أكتر. يا يسرى أيوة حضرتك خدي من اسمك فعلا حسنا اسمك يسرى فخدي من اسم فعل حسن فإن النبي صلى الله وسلم كان يحب الفعل الحسن فالله تعالى قال سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال بعض السلف لن يغلب عسر يسرين فالعسر معه يسرين فاتق الله يا أمة الله واصبري وألحي على ربك بالدعاء فإن من حكم الابتلاء أن يسمع الله تعالى دعاء عبده ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فادع ربنا وما تيأسيش ولا تقنطي وأحسني الظن بالله عز وجل فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي. نعم يا أخي مسعود. السلام عليكم. عليكم سلام الله. هاي سيدنا. أهلا وسهلا. بس يا ليه سؤالين حضرتك. السؤال الأول هل يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء لكن قد يكون هناك تزاحم على الماء؟ طيب. أم إنها فرض كفاية؟ السؤال الثاني. وصل السؤال الأول إن شاء الله؟ هي سؤال الأول وصل، السؤال الثاني. السؤال الثاني برضو بمناسبة الفاتحة عند الخطبة لكن هو الفاتحة برضو هنا عند دفن الميت. يعني بعض الناس قال ان انتهاء من الدفن وهم كل واحد الفاتحة اي نعم فيقرأ الفاتحة جميعا. جزاك الله. طيب قلت لهم هذه بدعة. ماشي اخي مسعود ماشي وياك. ام مصطفى سالت معنا اتصال اخر. يا اخي حماده يا شيخ حمادة. ألو تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا عم الشيخ. تفضل. ما شاء الله عليك منور الشاشة والله. الله ينور أنا وعليك. والله معنا سؤال يا شيخ من أحد أصدقائنا كده. نعم. عايزين يعني عنده اقتراح بيقول لك يعني عايزين نعرف إذا كان حرام واحد عايز يتجوز اثنين في ليلة واحدة أو حلال. أنت تجوزه لسه حمادة؟ لا متجوزه. متجوز؟ اتجوزت من زمان. متجوز واحدة ولا اثنين؟ واحدة. ولا عايز يتجوز اثنين في ليلة ده مين؟ هو مع متجوز ولا متجوز لسه؟ لا ليس؟ واحد من أحد أصدقائي كده عايز يتجوز اثنين في ليلة واحدة. طيب اسمع الجواب يا حمادة إن شاء الله. يا أخت هبة. أيوه حضرتك. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. لا ليه سؤالين يا شيخ. تفضلي. والدتي عايزة تعمل عمرة. وهي داخله جمعيه وهتستلف الجمعيه قبل ما يعني عايزه تروح على رجب او شعبان وهتستلف الجمعيه وتروح بيها ينفع؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني الجمعيه هتبقى يعني بعد ما تعمل عمره ان شاء الله وتيجي هيبقى لسه جمعيه مستمره. طيب هل معها محرم يا هبه يسافر معها؟ هي عندها 65 سنه. طيب. وما فيش محرم يسافر معاها. طيب اتفضلي اسمعي الجواب. أم مصطفى كانت سألت عن الوقت مع تقدم الطب في أدوية الأطباء بيصرفوها للمرأة تنشط غدد معينة كده بحيث يعني تكون سببا في أن تحمل المرأة بالولد وذكر
ولا سيما المرأة اللي هي عندها بنات فقط، وأحيانا تكون عندها صبيان وعايزة بنت، ففي أدوية صفوية تنشطه غدد معينة تخلي هذا الجانب يغلب. أولا يجب أن نعلم، يجب أن نعلم أن الأمر كله لله، والله سبحانه وتعالى والذي قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا كيف ما تشاءون. فمع صحة الاعتقاد، مع صحة الاعتقاد وما صحة الاعتقاد بأن الدواء سبب من الأسباب والله أمرنا بالأخذ بالأسباب، فلا مانع إذا كانت امرأة عندها بنات وتطمع أن يرزقها ولدا الله ولدا، ويتعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الأسباب قد يترتب على النتائج وقد لا تترتب، فما دام أمر طبي مشروع فلا بأس به إن شاء الله. سألت أم مصطفى عن المكياج هل له علاقة بالوضوء؟ من المكياج أم مصطفى ما تضع المرأة على أظافرها، على أظافرها، وهذه المادة التي تضع الأظافر مادة لاصقة بالظفر ولها جرم يمنع وصول الماء إلى الظفر، فهذه المواد اللاصقة تمنع وصول الماء وبالتالي لا يصح الوضوء معه. مريض في رمضان أفطر أكثر من رمضان، وهو الآن بيصوم رمضان بالعافية ولا يستطيع أن يقضي ما عليه، إنما هو بيجاهد نفسه على صيام رمضان الذي يبلغه، ماذا يفعل فيما مضى؟ يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله تعالى له الشفاء والعافية. يا أخي هاني. أيوة سيدة فضيلة الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وكاد. والله أنا سيدة الشيخ لي بنت عم فهو وفت الأسبوع اللي فات في حادث. إن لله وإنا إليه راجعون. فمعي يعني ورقة دينية كده، حزب أو رقية شرعية معينة يشف فيها آيات شفاء كده وزي كده يعني. فنسيت ان انا عاوز اطبعها واوزعها على روحها او روح الاموات جميعا يعني. هل يجوز ان انا اطبعها الحاجه دي؟ يا اخي هاني، هل يجوز ان انا اذكر اسمي فيها؟ يا اخي هاني بارك الله فيك، اتفضل. الجواب والنصيحه لك والمشاهدين الكرام، الاوراق التي توزع ديت واطبع منها كم ورقه وحيجي لك كذا وحيحصل لك كذا مش عارف ايه، ننصح يا إخواني بعدم طباعة هذه الأوراق، لأن كثير من هذه الأوراق فيها أخطاء شرعية وعقائدية، فأنت تنشر الشر من حيث أردت الخير. إن كنت يا أخي هاني بارك الله فيك تريد أن تتصدق عن تلك المرأة بصدقة، فتصدق بنقد أو اشتري كتابا، شوف أحد أهل العلم القريب منك واسأله كده، قل له أنا معي مبلغ بسيط عايز أتصدق به على فلانة يرحمها الله، أي كتاب صالح أشتريه؟ واشتري ما تيسر لك من الكتب المعتمدة الصحيحة يكون علما نافعا، يبقى دي صدقة جارية إن شاء الله تعالى. الأخ يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم سلام الله. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا بك مرحبا. والله يعني لو سمحت عندي سؤال يعني فمحيرني من سنة 2009 وسكت لغاية دلوقتي ليه؟ معلش هو مسألة ذكاء يعني. حضرتك أنا نزلت كان معايا فلوس بدأت نحط في البنك 6-7 آلاف جنيه، لغاية حاليا تقريبا وصلوا بتاع 100 ألف جنيه، فمش عارف نطلع الزكاة بتاعهم ازاي. طيب هما معاك متى حصلت على 5-6 آلاف جنيه دول؟ يعني حضرتك انا في الخارج منشغل، كل ما ننزل مصر لا يعني نحط في البنك يعني. ماشي ماشي. اول مرة توفر معاك 5 آلاف من كم سنة او بتاريخ كام؟ هو كان أول مرة كان 14 ألف، بدأوا ب 14 ألف أول فتحنا الرصيد في البنك. 14 ألف، ال 14 دول ألف دول يعني جمعتهم في خلال سنة؟ لا يا بي حضرتك أنا جمعتهم على بتاع 5 سنوات يعني. طيب كل ما أنا بقول لك أهو بقى عشان تعرف يا أخي محمد، أول مرة أول تاريخ صار معاك فيه 5 آلاف أو 6 آلاف جنيه، التاريخ ده هو يعتبر بداية الحول بداية السنة اللي حتزكي فيه، ولما تعدي السنة آخر السنة بقى أنت كان معاك 5 آلاف، فقلنا في محرم سنة 32
أو في محرم سنة 1430 ماشي، كان معاه 5000. في محرم 1431 الخمسة بقوا 20، عليك أن تزكي 20. في محرم 32 20 بقوا 70، عليك تزكي 70. في محرم 33 بقوا 100، عليك تزكي 100. طب ماشي يا محمد. قيمة الزكاة قد ايه يعني؟ ربع العشر 2.5%. يا خلود. السلام عليكم. عليكم سلام الله. لو سمحت يا شيخ انا عايز لو سمحت اسال حضرتك سؤال. انا زوجي كان اشترى من اختي قطعه ارض. نعم. فبعدين انا يعني لما حسيت يعني ممكن ان هي تكون زعلانه او كده، فرحت متصله بيها وقايله لها انا هديكي 3000 من معايا انا كده، بعيد عن زوجي يعني هتكون ايه هديه مني لك. قالت لي ما هو اللي جوزك يتفق عليه كويس برضه. قلت لها لا يا خلود، غير جوزي وجوزك خالص، ده هتكون هديه ايه بيني وبينك يا خلود. هي فانا دلوقتي يعني زعلت منها لانها زعلتني وكده، ويعني اتكلمت شويه كلام كده، فروحت انا حلفه ايه واتصلت عليها قلت لها طب والله ماني مدياكي حاجه، وبعت وشراتي بقى مع جوزي، ورحت زعلانة على كده. فأنا عاوزة يا شيخ أعرف أنا ملزومة يعني بالفلوس دي ضروري هي، ولا خلاص ده من أنا زعلت منها يعني؟ طب اسمعيني بقى أنت خلصت. اسمعيني، جوزك اشترى من أختك حتة أرض، أختك زعلانة ليه؟ طيب على كل حال يا خلود، ربنا قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والله تعالى أمرنا بصلة الأرحام. إذا كنت حلفت أنك أنت ما تعطيش لأختك حاجة، كفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين، وأعطي أختك تأليفا لقلبها وحرصا على إصلاح ذات بينكم. نعم يا أبو مالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟ نحمد الله إليكم. بارك الله فيك وفيك. يعني في أحد القنوات في يعني أحد السفهاء يعني له برنامج مخصوص للسخرية من العلماء ويعني واكل لحمهم يعني، فانا يعني عايزين تبيين الحكم الشرعي في هذه المساله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام وبركاته. الاخ مسعود كان قد سال عن التيمم للجنازه، حضرت جنازه وهو مش متوضي، فهل يجوز ان يتيمم ليدركها؟ لا يجوز يا اخي مسعود، لا يجوز التيمم للجنازه، لان الجنازه كما ذكرت انت في سؤالك فرض كفايه. إذا حتى تتوضأ ينتهون لا حرج عليك، لكن لا تتيمم لتدرك الجنازة. وقد سمعنا ونحن نتكلم عن قراءة الفاتحة في الخطوبة وأنها بدعة، فأضاف هو سؤال آخر وقال برضو بعد الدفن أو بعد ما بيصلوا على الجنازة، بعد ما يفرغوا من الصلاة على الجنازة ويسلم السلام عليكم والسلام عليكم، أقول إيه الفاتحة للميت أو الفاتحة للأموات، أيضا هذه أيضا بدعة لا أساس لها من السنة. الأخ حمادة سأل سؤالا، بيقول واحد عايز يتجوز 2 في ليلة. الأخ حمادة متصل بالسعودية، يعني اتصال من السعودية اتصال دولي ومكلفه، وبيسأل هذا السؤال. يا شيخ حمادة بارك الله فيك وأصلح الله حالك وحال الشباب المسلمين، اعلموا أن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير يوما فاعترضه رجل فأخذ بزمام الناقة ووقفه وقال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فالرسول انبسط وقال لقد وفق هذا أو لقد هدي هذا، ماذا قلت؟ أعد سؤالك مرة تانية. فالرسول انبسط من حسن السؤال. يا شيخ حمادة أنا عايز أقول لك، اللي تقول لصاحبك ده هو تقول لك عايز يتجوز 2 في ليلة، قل له ما هي شروط صحة الوضوء؟ أنا عرفها يا شيخ حمادة، نقول له يبقى إيه يتجوز 2 في ليلة ولا ما يتجوزش. يا شباب المسلمين اهتموا بما ينفعكم بارك الله فيكم، اهتموا بالتفقه في الدين، املأوا فراغكم بذكر الله، بقراءة قرآن، بحضور مجالس العلم، فإن الفراغ والشباب مضيعة ومفسدة للإنسان إذا لم يستغلهما حسن أحسن استغلال. أسأل الله لك صلاح الأحوال. الأخت هبة بتسأل عن والدتها عاملة جمعية عشان تسافر بها عمرة، وإن شاء الله تسافر العمرة وترجع، وطبعا لسه إيه الجمعية هتسددها. يعني خلاصة السؤال،
هل يمكن الإنسان أن يسافر للحج أو العمرة وعليه دين، سواء كان دين على سبيل القرض أو كان في ذي الجمعية؟ لا بأس أن يسافر الإنسان للحج أو العمرة وعليه دين، بس مطلوب منه أن يوصي أهله بأن علي لفلان كذا ولفلان كذا، علشان لو قدر الله وتوفي هناك يبقى أهله عارفين ماذا عليه، يقضون عنه دينه. لكني نبهتها إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم حتى لو كانت عجوزا. نعم يا أخ عبد الرحمن. أيوة تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. بقول لحضرتك أنا فاتح محل بقالة ببيع لبن، فساعات اللبن طبعا بتبقى كمية كبيرة، فبيقطع مني مثلا، بيريح كده بيني داخل انه هيقطع خلاص او هيبوظ، فانا بجيب شويه نص كوبايه ميه فيها معلقه كربوناتو وبقلبها كويس وبحطها فيه واقلب اللبن، بيمشي زي الفل ويشتغل عادي والكلام ده. والماء هي الماده اللي بحط لها الكربوناتو، ماده بتستعمل عادي يعني في الاكل وبتاع، فهل ده كده حرام عليا ولا غلط؟ هل هذا يا شيخ عبد الرحمن في عرفكم كناس شغالين في اللبن، هل هذا في عرفكم يعد غشا وخيانه ولا لا يعد؟ احنا معظم الناس شغاله كده. لا يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن أيوة. سيبك من معظم الناس، الناس الناس الطيبه اللي في السوق تقول هذا غش ولا ليس غشا؟ انا ما اعرفش يعني حركه الناس الطيبه اللي في السوق يعني. طيب. انا بقول حركه على الطريقه اللي انا بتعامل بيها. اي ما انا بقول لك اهو، انا بتكلم على شكين. اولا شك اللي هو موضوع الميه، ان انا بحط بقلبه بدوبه في نص كوبايه ميه. ايوه. والشك الثاني ان انا بعالجه عشان اعرف عشان يعني مع احترامي ليك، بيبقى مثلا جبت 1000 جنيه لبن مثلا محطوطين في الليست عندي، فممكن هيبوظ هيترموا. طيب يا شيخ. اول ما اعرفش اصرفهم. ثانيا يعني هو ما فيش ضرر. يا شيخ عبد الرحمن، الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر في كل فن هم المتخصصون فيه، وأنا ما عنديش فكرة عن اللبن ولا عن الكربونات ولا عن الأكسجين اللي التجار بيستعملوه، فأنت اسأل وأنا أسأل إن شاء الله ويكون بيننا اتصال آخر. نعم يا شيخ عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. نحن نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يا شيخ عندي سؤال ولا سؤالين. أمر. السؤال الأول، دخلت أنا في الشهر استشارة وحطيت مبلغ من المال. سلام علي يا شيخ. بتقول عملت إيه؟ قلنا كانوا شخص دخلنا في التجارة. دخلت في التجارة. كل واحد حط مبلغ من المال. يعني أنت أكثر من واحد. احنا شخصين مثلا. ماشي، شخصين عملتوا تجارة مع بعضكم، شركة كويس. ايوه ايوه. من حيث كل واحد يصرف، كيف بدنا نخرج الزكاة هذا المال؟ بحيث كل واحد ايه؟ هو شريكي في التجارة. يا شيخ عيسى، يصرف من الفلوس اللي احنا حاطينها للتجاره، وانا كمان نصرف، يعني كيف نحاول ان نخرج الزكاه لهذا المال؟ الزكاه هي الشركه مال واحد، الشريكان مالهما مال واحد. مع الزكاه النقد بتطلع المبلغ اللي معاكوا، بتطلع ربع العشر كل سنه، يعني في نهايه السنه بتشوف اللي ربنا رزقكوا اياه اللي كان رأس المال والأرباح بقديه، وبتطلع ربع العشر، والسنة اللي بعديها المبلغ وصل إلى إيه؟ يعني لا العبرة بالموجود آخر السنة، سواء زاد عن العام الماضي أم نقص، آخر السنة معاكم إيه والزكي إن شاء الله. نعم يا أم أحمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ أنا عندي سؤالين. فضلي. السؤال الأول لصديقة فاتت صلاة الوتر وعوضتها في صلاة الضحى، هل يجوز هذا أم لا؟ كيف عوضته يا أم أحمد؟ بعد أن صلت صلاة الضحى صلت الشفع والوتر. صلت ركعة واحدة وتر؟ لا هم ثلاث. ثلاث ركعات وتر. الشفع والوتر. يا أم أحمد، لا وتر بالنهار، بالنهار، إنما الوتر بالليل، ومن فاته وتره بالليل يقضيه شفعا بالنهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل. يا شيخ الله يرضى عليك بس وضح لنا لأن شوي عندنا جهل يعني في هالأشياء. طيب ما أنا بوضح لك أم أحمد أهو. الله يرضى عليك. امرأة أو مسلم أو مسلمة متعود كل ليلة بعد العشاء يصلي 3 ركعات وتر سواء متصلات أو ركعتين وركعة. الوتر هذا فاته في ليلة من الليالي، ما الصبح بقى إذا أراد أن يقضي الوتر ما يصليش 3 ركعات، ما فيش وتر بالنهار، إنما يخلي 3-4. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا فاته ذلك من الليل لمرض أو وجع أو نحو ذلك صلى بالنهار 12 ركعة. ماشي أم أحمد؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. لو سمحت سؤال ثاني. أي نعم. يعني في بعض عيالها يسافرون فهي متعودة أن هي ترقيهم وهم موجودين في البيت، فتأخذ الصورة وترقي يعني أبنائها، هل يجوز هذا أم لا؟ صورة إيه؟ صورتهم، صورتهم الفوتوغرافية. تأخذ الصورة الصورة الشخصية وترقيهم. تأخذ الصورة الشخصية. لا لا يا أم أحمد هذا ما ينفعش، إنما تدعي لهم كده غيابي وربنا يحفظهم لها ويردهم سالمين غانمين إن شاء الله. يا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، يعني لو زوج سب الدين على زوجته فعلا يعني يحرم عليها ولازم يكتب كتاب من جديد ولا بس ولا سمحت شيخ قال ان هم يعني انا ما سالتش بس سمعت شيخ بيقول ان هو لازم يعني يغتسل وينطق الشهادتين من اول وجديد، وفي شيخ تاني قال ان هم لازم يكتب يعقد قران من اول وجديد. يا ام خالد المساله دي وقع عندك ان شاء الله؟ وقع عندك. طيب الرجل هذا والعياذ بالله أي. الذي صدر منه هذا اللفظ أي. اكيد بقى له 2-3 أسبوع اكتر أي. الرجل ده ما صلاش بعدها؟ نعم ما صلاش بعد كده، بيصلي بعد الكلمة دي اللي صدر منه، صلى ايوه يصلي، قرأ قرآن، استغفر، هو بيصلي بس انما قرأت قرآن والحاجات دي ممكن يصلي في البيت يعني بس يعني أغلطه. المهم انه صلى الحمد لله بعد ما صدور الكلمة ديت منه صلى أيوة. ماشي ما فيش مشكلة يا أم خالد في عقد النكاح ولا في الزواج، لكن يجب أن يعلم إخواننا المسلمون من المشاهدين والمشاهدات أن هذه الكلمة سب الدين هي كفر بالدين الذي سبه، لكن نحن لا نكفر أي إنسان صدرت منه هذه اللفظة. علشان أحكم على إنسان قال هذه الكلمة أنه كفر، دي بقى عايز روح الأزهر والأزهر يستتبوه ويبينوله كذا، لكن إحنا كعامة ما أقدرش أقول لأي مسلم سب الدين أنه كفر ومراته حرمت عليه ولازم بقى إذا تاب يروح بقى يكتب كتابه تاني، ما أقدرش أقول كده، لكننا نحذر المسلمين والمسلمات من هذه الكلمة التي تهاون بها الكثيرون، نقول أنها كفر بالله عز وجل. أما الشخص المعين فنحن لا نحكم على معين بالكفر، إنه مرد ذلك إلى كبار العلماء. نعم يا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أريد أن أستفتي في أمر يا شيخ. تفضلي. أخت تخدم في إدارة من فضلك متبرجة وفي مجتمع اختلاف ما مصدر رزقها. بالراحة يا أمة الله، الصوت مش واضح شوي، بالراحة عليا. أخت تخدم في إدارة إدارة اختلاف ومتبرجة. هل تسمعني؟ أسمع بس مش فاهم. هناك أخت. أخت مالها؟ تخدم في إدارة اختلاط وبدون حجاب. اختلاط وبدون حجاب. ماشي. فما مصدر رزقها، هل هو حلال أم حرام؟ يعني طبيعة عملها، العمل الذي تؤديه مباح أم غير مباح؟ نفس العمل مباح تخدم في إدارة يبقى الرزق يا أمة الله، يبقى المرتب الذي تأخذه والمال تأخذه حلال، لكن المشكلة بقى الثانية في الاختلاط، هذا الاختلاط لا يدوش شرعا، لكن ملوش علاقة بحرمة المال ما دام العمل مباحا. نعم. بحكم في أكثر الدول المسلمة تعلم بحالها يا شيخ. نعم. معظم الإدارات في الناس، الله أن يصلح هذا المسلمين والمسلمات
وأن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا إن شاء الله تعالى. نعم يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحلي يا شيخ أنا أسأل حضرتك أربع أسئلة ماشي؟ تفضلي. أول سؤال، أنا عندي وسواس قهري صعب جدا جدا جدا، كل شوية بعيد في الوضوء، كل شوية بعيد في الوضوء. طيب الوسواس، السؤال الثاني. إيه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا كل بصلواتي بصلي سجدة السهو، كل بصلواتي يعني مثلا كل لما أصلي حالات مثلا أنت ما سجدتيش، أنت عملتيش. طيب والسؤال الثالث. يا رابع حاجة، أنا في محل يعني وكده وشغالة وما بصليش إلا الفرض بس. والسؤال الثالث. بصلي السنة وكده. السؤال الثالث. السؤال الرابع، ان انا ما بصليش الشفا ولا الوتر، ما بصليش الا الفرض بس، ما بصليش اي سنن كده، هل اقسم؟ طيب اتفضلي يا امه الله. وعليكم السلام. عليك يا ام سلسبيل. السلام عليكم. عليكم سعة الله. انا عندي ثلاث اسئله. اتفضلي. لك الفضل. سؤال اول، بعض النساء او معظمهم قبل الولاده تخرج من المرأة إفرازات أكرامك الله بدم وماء بألم شديد، ألم الولادة بأسبوع أو 10 أيام قبل الولادة، هل هذه الأيام تصلي فيها؟ وإذا كانت لا تجوز هذه الأيام يا أم سلسبيل؟ نعم. الذي فهمته أن المرأة قبل الولادة 10 أيام ينزل عليها تقريبا ماء. نعم، دم. ها؟ ماء ودم. لا، فيه دم. فيه دم، هي من ألم الولادة وتقلص. في ألم ألم الولادة لكن هو ماء وليس دما. مختلط. على كل حال. يعني إذا لم يكن دما خالصا، دم النفاس معروف ربما ينزل قبيل الولادة مباشرة أو بعد نزول الولد، أما قبلها 10 أيام الماء النازل دهوت إذا استمر نزوله لا يمنع المرأة من الصلاة، لكنها تتوضأ لكل صلاة إذا استمر نزوله، وأما إذا نزل وانقطع فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي حسن. السلام عليكم. عليكم سلام الله يا شيخنا. تفضل. سمعت بس سؤال. تفضل. حضرتك، انا مضطر ان اشيل فلوس في بنك. هو نعم. بنك الاسلام الحمد لله يعني. بنك ايه؟ فيصل. بنك فيصل على بركة الله. فانا مثلا هاي الفلوس اللي انا اللي هي الفايدة دي استفاد بيها. ايوه ان شاء الله استفد بيها، وان تصدقت بشيء منها كان خيرا لك ان شاء الله تعالى، تبرئة لذمتك. ايوه نعم. امرأة تقول أنها مطلقة وعندها ولد، وتقدم لها شخص متزوج ومتدين، لكنها لما رأته لم ترتح له، لم يقع بقلبها بمكان، ماذا تفعل؟ لا شيء عليك، هي النظرة الشرعية أبيحت من أجل هذا. النظرة الشرعية للرجل يحب أن يخطب المرأة، تراه ويراها من أجل الراحة النفسية. الرجل لما قال يا رسول الله إني خطبت امرأة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. فأنت تقدم لك هذا الرجل للزواج ورأيتيه لكن ما ارتحتيش، ما عجبكيش، لا حرج عليك في ذلك، ويغنيك الله تعالى من فضله. يا أم خالد. طيب خير ان شاء الله. سائل يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؟ الجواب أن المصائب، أن المعايب سبب المصائب، المعايب سبب المصائب، فما من مصيبة تصيب العبد إلا بذنب يرتكبه، كما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه
ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذا أصابها الصداع وضعت يدها على رأسها وقالت بذنبي وما يعفو الله عنه أكثر. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فهذا يكون للطيبين من المؤمنين القانتين الصادقين الصابرين المحسنين المتقين الذين يعني وفقهم الله عز وجل فاجتهدوا في طاعته وابتعدوا عن معصيته فالله تعالى يبتليهم لرفع درجاتهم. نعم يا أخي رمضان. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. شو الأخبار يا شيخ؟ نحمد الله عليكم. يا شيخ لو سمحت أنا مثلا قاعد أشير في على الطريق. لو سمحت أنا قاعد مثلا أشير على الطريق وجاني مثلا أحد مولع مثلا مسجل. فهل يجوز لي أن أركب مع هذا المسجل يعني تقصد فيه أغاني يعني مثلا؟ مثلا أغاني نعم ومثلا يكون مطار ولا عجاج يعني هل يجوز لي أن أركب معه؟ اركب معه واستغل ركوبك معه في الدعوة إلى الله يعني اركب يعني الأول مثلا كده. هو يعني نعرف يا شيخ مثلا ما يستجابش لي يعني فلنركب معه ولا إذا كنت مضطرا للركوب معه اركب معه مش مضطر خلاص اتركه. بارك الله فيك يا شيخ. أبياكم ينبغي للركاب أن يستغلوا وجودهم في المحافلات والمواصلات في دعوة السائقين والركاب إلى الله. يعني إنسان المسلم ملتزم والذي على بصيرة من دينه يستغل الوقت في السفر في القطار في السيارة في أتوبيس في الدعوة إلى الله، بمعنى يكون معاه أشرطة هو قاعد معاه رسائل صغيرة، يكون هو عنده شيء من العلم أول ما يقعد كده يفتح حوار مع الناس اللي قاعدين يتعرف فلان أهلا وسهلا من حضرتك، يفتح خط اتصال كده الأول بالكلام العادي خالص وبعدين يخش في الدين شوية 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 كده إن شاء الله. هذا أسلوب من أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم يا أم محمد. ما حكم التعامل في بنك البركة الإسلامي؟ بنك إيه؟ بين قالت البنك البركة أنا انقطع اتصال. أمة الله مرة ثانية. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام الله. في الصلاة وضع اليدين احنا في تونس نسويها مقبولة ممكن جائز ولا وضع اليدين على ايش؟ وضع اليدين في الصلاة ايوه هل يجوز ان تكون مقبولة يعني ممدودة ولا لازم على الصدر؟ لا على الصدر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لو كان اذا كبر وضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره فوق لو صدره. أنا لو أصريت على وضع يعني مسبولة هل آثم؟ المفروض في المسلم حين يسمع قال رسول الله يقول سمعنا وأطعنا. أنا عارفة بس أنا تعودت يعني في لا يا أمة الله ما فيش حاجة متعودتي لازم تعودي نفسك على السنة هذا هو أصل في الإسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكمون يقولوا سمعنا وأطعنا. عرفت السنة تجهد نفسك على الالتزام بها ان شاء الله. لما كنت بصلي على طول يد مسبوله هل حكم الصلاه الباطله يعني اللي قبل الصلاه مش باطله يا امه الله الصلاه صحيحه ولكن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي فوضع اليمين على الشمال فوق الصدر سنه مؤكده فعلها خير من تركها. لكن لو أرسلت يديك في جنبيك الصلاة صحيح لكن تركت السنة ونقص أجرك. نعم يا خلود. أيوة أنا خلود لو سمحت يا شيخ سألت السؤال من شوية بس معلش ما سمعتش الإجابة وأنا نسيت سؤالك أنا أجبتك وانتهيت ما هو سؤالك نسيت وأن أنا أختي اللي أي يا خلود أجبتك ما عندكش تلفزيون أنت؟ لا والله جيت أفتحه ولقيته ما بتفتح. طيب يا خلود قلت لك إذا كنت حلفت بالله ألا تعطي أختك فكفري عن يمينك بطعام 10 مساكين وأعطي أختك المبلغ اللي كنت عايز تعطيه تأليفا لقلبها وصلة لرحمك
وإصلاحا لذات بينكما. ماشي الحمد لله. طب سؤال تاني لو سمحت، بس لو سمحت. نعم. جوزي أحيانا أنا لما بلاقي البنت كده أو الولد ما بيصلوش بعصب كده وعلي صوت، يلا قوموا صلوا ما عرفش إيه، ما تسمعوش الأغاني، ما تسمعوش التلفزيون. فزوجي بيزعل من كده ويقول لي أنت كده هتكرهي الأولاد وكده. وهو أحيانا يا شيخ ما بيروحش هو كمان يصلي، أحيانا يصلي وأحيانا ما يصليش. فلو سمحت ربنا يهديلك جوزك ويهديلك ولادك إن شاء الله. ولكن أنت الله تعالى قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فبلاش تشخط في الأولاد وتعالي صوتك عليهم عشان ما ينفروش منك ومن الصلاة، لكن طبطب عليهم وادينهم لهم عايزينه وكافئيهم. الترغيب أولى من الترهيب، ولا خاصة في هذا الزمان. واستعين عليهم بالدعاء ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم ان شاء الله تعالى. نعم. امرأة تقول هل يجوز للحائض ان تقف على غسل الميت دون ان تتدخل في الغسل؟ الجواب ليس هناك ما يمنع شرعا من ان تدخل الحائض على المرأة اثناء تغسيلها، ولا مانع ان تغسلها هي بنفسها. وما هو مشهور عند النساء أن الحائض لا تدخل على المرأة الميتة ولا تغسلها، هذا لا أساس له في السنة. نعم يا أخي سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام الشيخ. تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. لدي ثلاث أسئلة بس يا شيخ. أمر. أول سؤال، يعني أنا كنت شغال مع واحد فطبعا هو استلف مني 200 جنيه. كويس. لما استلف 200 جنيه يعني فضلوا معايا فترة كبيرة، يعني بعد حوالي سنة فجيت أطلبه منه ما لقيتوش، كل ما رن عليه يعني كنسل لحد ما اختفى من قدامي خالص، ما بقيتش عارف أوصل له. نعم. فيعني هل دلوقتي يعني ينفع لنا أحتسبه من صدقة؟ إن شاء الله هما صدقة إن شاء الله من قبل أن تحتسب، ولك الأجر عند الله إن شاء الله. نعم. السؤال الثاني. ماشي يا شيخ. ده بالوقت حضرتك معلش بس، أخويا كان شغال في مكان برضه، ودخل يعني المهندس اللي هو بيشغله قال له خش يعني في مكان كده فيه زبالة وعفاشة كده، فقال له نظفه. فبعد ما نظفه لقى مدفون في الأرض موبايل يعني مدفون في قلب الأرض. نعم. فبعد فالموبايل دي وراه لي، فيعني لقيت يعني بفتحه لقيته يعني في الخط بتاعه ضايع. نعم. فاللي ببص في الخط يعني لقيته ضايع، فلقيت آخر مكالمة اتكلمت على التليفون ده من حوالي سنتين من ساعة ما لقينا الموبايل. ففضل معنا سنة. صار معانا سنة مع أخويا شغال. فجيت عشان أحاول إن أنا مثلاً أدعو على صاحبه، كل ما رن على رقم يقول ما عرفوش. ده ما خلاص يا شيخ سعد، هو الخدمة هو لك إن شاء الله، هو لك. في الختام وبعد أن انتهى الوقت لا يسعنا إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، ثم نتوجه إليه بالسؤال أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى نلتقي في موعد آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل